هذا اليوم هو يوم احتفاء بالأستاذ المناضل محمد اليازغي كمناضل اتحادي ومؤسس من مؤسسي أكبر حزب يساري في المغرب، وأحد الذين عملوا طوال حياتهم على إعطاء معنى جديد للسياسة في المغرب، معنى مرتبط بالنضال الحقوقي والنضال من أجل الحريات والنضال من أجل المؤسسات الديمقراطية. وفي كل هذه المحطات ساهم محمد اليازغي مساهمة أساسية في تقدم المغرب وتطوره سياسيا وثقافيا، وكان حاضرا في كل المراحل التي مر بها المغرب منذ الاستقلال إلى اليوم، حاضرا بإنجازاته ومواقفه الشجاعة، وحاضرا أيضا بتضحياته، فقد تعرض طوال حياته للاعتقال والملاحقة والتعذيب والسجن والنفي وحتى إلى محاولة اغتيال، ولكنه لم يتنازل أبدا عن مبادئه وعن صدقه في التعامل مع القضايا الوطنية الأساسية. التئام عدد كبير من المناضلين الشرفاء من مختلف المشارب حول هذه الشخصية الفذة في تاريخ الاتحاد، من شأنه أن يبعث الناس على التفكير أيضا في المستقبل وفي الطرق التي يمكن أن نستعيد بها وهج الاتحاد وقوته وحضوره في الساحة السياسية. تنظن اليوم هذا التكريم في حق السي محمد اليازغي عنده واحد الأهمية قصوى، لأن السي محمد اليازغي كان من القياديين الاتحاديين ومن المناضلين الحقوقيين اللي كرس حياته كاملة من أجل النضال، سواء من أجل رجوع الاستقلال أو من أجل بناء مغرب ديمقراطي حداثي. وأظن أن التجارب والمحطات اللي مر منها السي محمد اليازغي سواء على المستوى الحزبي النضالي هي محطات كثيرة، لأنه بطبيعة الحال كان تشتغل سواء على مستوى الكتابة الإقليمية، مستوى اللجنة الإدارية، مستوى المكتب السياسي، وكل في كل محطة عنده مهام كثيرة ومهام كانت مهامه متعددة، وخاصة المهمة التنظيمية اللي كان هو المسؤول عليها في المغرب، حيث أن السي محمد يمكن لك تكلو على تنغير أو لا تفراوت، يمكن له يتكلم على المناضلين اللي فيها، على المشاكل اللي تنعانيو منها إلى آخره، فكان رجل ديال دو تيغان ديال اللي تعيش الحزب سواء على المستوى الإيديولوجي أو على المستوى الفعلي العملي.